حي بلا من حي الكمامة. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. الحالة اللي قدامنا الآن هو واحد السيد كيتهم الأخ ديالو بأنه استغل المرض، الأب ديالو اللي مريض بمرض زهايمر، وزور الوكالة ديال الملك ديال الكراء وباش يستغل ديك الديور اللي ديال باه، واستغل بهذا الشيء المرض ديال خوتو اللي مرض نفسانيا. ودابا الشقيق ديالو جا باش يهضر لأنه متضرر، فغنخليكم معاه باش يشرح لكم الحاله اكثر. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قرب عندك الميكرو. سميتي صبار نور الدين، كنسكن في الديريسيه جوج. واخا سيدي، شنو المشكل ديالك؟ المشكل اللي عندي هو واحد الديري خويا، هو الصغير ناض سميتو، استغل الفرصه ديال المرض ديال الوالد ديالي بالزهايمر، واستغل المرض ديال خوتي مغادين مرض نفساني. راك كاينين اربعه، جوج راهم اختفاو، امراه وولد راهم اختفاو، دابا راه ما عرفتهمش فين زادوا. المراه هي الدري اختفى في 2010 ولا ما عرفت 2008 فحال هكا، والمراه حتى هي كبر مني، اختفت تقريبا راه شي 3 شهور هادي باش مختفيه. والسيد اللي هو خويا اللي زور الوثيقه على الوالد استغل الفرصة ديال المرض ديال الوالد كما قلت لكم، وسميتو ولا تيهزو في الطونوبيل وتيدير ليه السمطة وتيمشي يدورو عند الكراية باش يدعم به هذيك الوكالة المزورة. واخا دابا هذا خوك شقيقك ولا؟ خويا من الوالد. يعني عنده أم ثانية؟ عنده أم ثانية تماما. واخا وهاد الدراري اللي مرض خوتك حتى هما خوتو شقاق؟ لا، خوتي شقاق أنايا كبر مني. دونك هو الوحيد اللي من ام ثانيه؟ هو الوحيد اللي هو من كاينه دري اختو، ولكن دري اختو ما دايره والو، هو اللي يدير هذا الشيء. وسميتو دابا مني زور الوكاله. وانت باش عرفتي بان هذه الوكاله مزوره؟ باش عرفتها مزوره لان الوالد ديالي كان كنت كنتسخر ليه ديما، انا كنتسخر ليه حتى قلت تقريبا حتى الوقت اللي بغى يستولى هذا على هذاك الشيء. عاد سميتو دار فيا انايا باش الوكاله صافي، وجا عندي هددني في المحل ديالي اللي انا خدام فيه. شنو كيشتغل الاخ ديالك؟ كيدير استاذ ديال التربيه الاسلاميه في سميتو، في التعليم، في التعليم كيشتغل، في التعليم في حقه. هو زور الوكاله؟ زور الوكاله وبشا بدا كيتخلص بها، وديك الفلوس دابا اللي كيشد ما عرفنا كيفاش كيدير لذاك الشيء، لان ولا بعض الكرايه شي كيخرجوا شي تي كيدخلوا، وقال لك بان انا ما ندخلش في داك الشيء، وبداو كيجريو على الدراري خوتي من الدار. راهما دابا الا طلعتوا للدار تما كاين غتلقاهم ساكن منشور، لا ما ياكلوا لا ما يشربوا في هذا الوقت ديال كورونا. وهو راه هز الوالد، هز الوالد اختفى به نهار 26 شهر 7 2020. راه دابا ما عرفناش الوالد واش ميت ولا حي، راه ما عرفناهمش فين داو. هذا ديال التربيه الاسلاميه وزور الورقه. هذا استاذ ديال التربيه الاسلاميه وزور الورقه، وكيهددني انايا، انا ما قلتهاش لكم، انا كيهددني بالقتل الى انا طعنت ليه في هذه الوكاله. كيهددني بالقتل لان تهددني في ذاك، قال لي الا درتي شي حاجه هذه وديك، قال لي انا غادي، قال لي غنعرف اش غادي ندير، وها كاين وها كاين وها كاين. ودابا راني درت بهم شكايه في 2019 فاش درت فيهم الشكايه، راه باقي مازال ما كاين والو. الاب ديالك شنو كيبقى في هذا الشيء؟ الاب ديالي مسكين راه تعطيه الفلوس ما يعرفش يحسبها، صافي ولا كيشوف وساكت. قلتي لي بان الاب ديالك حولوا من هاد الدار هذه ديال اللي كان ساكن فيها وما عرفتوش فين هو. حولوا من هنايا كما قلت لكم، داه نهار سميتو نهار التمديد ديال الحجر اللي كانوا داروا سميتو. و الاخر دابا السيد الاخر كيسكن واحد ديال برشيد. شكون هذا؟ هاد الدري خويا كيسكن ناحيه ديال برشيد، ولكن حنا ما عارفين عليه لا سكنه لا والو، تنعرفوش كاع فين تيسكن. ناض سميتو استغل هذيك. حاولتي دير شكايه؟
ديالكم اختفي وما عرفتيش فين. درت شكايه ولكن راه باقا جاري المفعول، باقا مازال ما كاين فيها والو دابا مع هاد الحجر وداك الشيء. ولكني راه خوتي باغي مساكن غادي يسكت لهم القلب، خواتاتي مازال الدراري راه حيت عندي خواتات اخرين، وحده في فرنسا وحده كاينه هنايا. علاش يسكت لهم؟ حيت باهم كانوا مولفين كيجيو عنده يطالعوا عليه ويشوفوه وداك الشيء، دابا ما بقاو صابوا والو، كيجيو للدار كيلقاوها مسدوده. ما كيلقاوش باهم؟ لا ما كيلقاوش باهم، غير دابا كيبكيو عليه الليل والنهار. وهو دابا مختفي بالوالد، وحنا شتي الوالد ديالك؟ توحشتو بزاف اختي والله العظيم. خلي انا مطلق، الوالده مطلقه وتكافس عليا وتكافس، ما تصورش. وما درتش ليه هاد الحاله اللي داروا لي هادو، ما درتهاش ليه. مولف كيتخاصم معايا في الصباح ونتصالح معاه في العشيه، نجي نبوس ليه فوق يدو ونبرك معاه، لان علاش عرفتوا داك الشيء اللي داروا من قله عقلو، ماشي الخاطر. لان كنقول انا كل واحد مسكين عقلو، كله كيدار ليه الله، ما غاديش ندي عليه، لانه هو خلق الله بعقلو بحال هكاك وما ديتش عليه. ونادو هما انتقموا منا حنايا دابا باش حنا نمرضوا مرض نفسنا. رسالة الأخ ديالي كنقول لي راك حرام، حرام على هادشي اللي كدير فيه، وراك زعما كنقاري ومثقف. فين هي الثقافة ديالك؟ فين هي الثقافة ديالك إلا كنتي كتزور وتخطف باك تديه تربو على خوتك؟ فين هي الثقافة؟ فين هي؟ فين هي الثقافة؟ راه ما عندك لا ثقافة لا والو. كنقولها ليه في حلقة وكنقول ليه اتق الله، اتق الله في رزق باك، راك ضيعتيه، راك ما دافعتيش عليه، راك ضيعتيه، راك ضيعتي مني. وليتي كتخاصم مع الكرايه وما تيخلصوكش في الكرا وكتدخل معاهم المحاكم. قول لي راك وليتي كتضيع في رزق باك. كتحس بان الاخ ديالك اللي تربيتي انت وياه وشركتو الحلوه والمره ظلمك؟ والو، ما عمرو كان معنا حتى داك الطبسيل، ما عمرو كان معنا من الصغر ديالو، من الصغر ديالو ما عمرو كان معنا، الماكله ما عمرو شركها معنا. شنو هي الرساله ديالك؟ باش كنطالب؟ الرساله ديالي كنطالب ترجع لنا الكرامه ديالنا، راه بهدلنا، بهدلنا وشوهنا هنايا في هاد الدرب. راه كنا ساكنين بوش نتو فكا، عرفوا عارفين القصه ديالنا، سكننا هنا في الدريسيه، راه عارفين القصه ديالنا. راه دابا اللي دخلتوا للدرب تما كاين وسولتوا، غادي يقولوا لكم راه حرام على داك الشيء اللي كانوا دايرين ليهم. واخا نمرة التليفون ديالك سيدي؟ النمرة ديالي انايا 06 65 74 06 65 65 74 74 36 36 38. اذا 06 65 74 36 38.